ابننا محمد صلاح لو لقط صورة كبيرة جدا أمام أحد التماثيل الفرعونية في متحف لندن. متحف لندن النهاردة مسار اهتمام عالمي كبير بعد سرقة 2000 قطعة أثرية من داخل هذا المتحف. طبعا متحف لندن مستولي على قطع أثرية من مصر، ومستولي على قطع أثرية الصورة هي لمحمد صلاح ابننا محمد صلاح، ومستولي على قطع أثرية مثلا من الصين. الصين نفسها مسروق منها 23 ألف قطعة أثرية من العصر الحجري حتى الوقت الحاضر. طيب لما كنا نكلم بريطانيا ونقول لهم يا بريطانيا احنا عايزين القطع الأثرية اللي عندكم، ماشي، ترد تقول لي بقول لك ايه، القطع الأثرية بتاعتك عندي في الحفظ والصون، ده انتم مهملين، ده ممكن الدنيا تسترع عندكم. طب ماذا بعد ان القطع الأثرية بتاعتنا وبعد الصين ما بقتش في الحفظ والصون؟ متحف بريطانيا بيتسرق. احنا محتاجين النهاردة نعمل حملة قومية لاستعادة آثارنا من كل دول العالم، من بريطانيا ومن فرنسا ومن ألمانيا. وعايز اقول لك ايضا ان النائب العام السابق والاسبق ووزراء اثار سابقين استعادوا عدد من قطع الاثار خلال السنوات القليلة الماضية. هل الاستعادة دي في صالحنا؟ تعالوا نروح لدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزارة الاثار. مساء الخير دكتور مجدي. مساء الخير استاذ محمد، كل التحية لحضرتك ومشاهدينك، وبشكرك جدا ان احنا فتحنا هذا الموضوع، هذا الجرح يعني كان كبير، وحضرتك عارف ان يعني كده بيقولوا سقطت ورقه اخر التوت عن هذا المتحف. وحضرتك من 4 أشهر كنت عملت مع حضرتك مداخله، كان مدير المتحف اللوفر كان مقبوض عليه، هو طبعا السابق يعني، بس كان مقبوض عليه برضه في تسهيل قضايا بيع اثار. فاعتقد ان هذا اليوم وصوره ابننا محمد صلاح قدام التمثال ده، والتمثال ده على فكره يا محمد دي بتاع الملك رمسيس الثاني، ولو حضرتك تذكر منذ عده سنوات لما محمد صلاح خد في البريمير ليج الحذاء الذهبي، جات الشركه الرعايه قصد ده حطت الحذاء بتاعه قدام التمثال وكلنا اعترضنا، فصورته قدام هذا التمثال هي صوره رائعه وبتقول لنا يا مصريين انا بدعمكم. وحضرتك عارف هذا الرجل وله وما له شهره وما له متابعين، انت حضرتك راجل بتاع اقتصاد، فانا اقول لحضرتك المتحف البريطاني فيه 110,000 قطعه اثار مصريه. 110,000؟ اه والله يا فندم، ده غير متحف بيتري في انجلترا فيه 80 قطعه 80,000. متحف اكسفورد وليفربول في 6 كل واحد فيهم 16,000. يعني حضرتك يا جماعه ال110 زائد ال80 زائد 16 و16 احنا نوصل لحوالي مثلا ايه 180 او 230,000 قطعه. اه والله يا فندم، ده غير حضرتك الناس كلها معتقده ان حجر رشيد، والله ابدا، ده احنا عندنا جزء من الكساء الخارجي لهرم خوفو، عندنا جزء من دقن ابو الهول، التمثال اللي حضرتك اللي قدام حضرتك اللي متصور معاه محمد صلاح ده يعني حوالي 10 طن، وهو تمثال مسروق من مع الرامسيوم. وبالتالي بقول لحضرتك البريطانيين خدوا منا حاجات كتير جدا جدا، وبالتالي هي جات لنا زي بقول الفرصه، واذا لم نستغل هذه الفرصه اليوم، لان بقى حضرتك زي ما كده المحامي بيقول انا ما عنديش مستندات، دلوقتي بقى عند حضرتك مستندات. تاني حاجه لذلك انا بطالب يعني حضرتك من خلال برنامجك، اتمنى ان تدعو مصر مع مش بس الصين يا فندم لوحدها، ده انجلترا عارف حضرتك انها كانت في وقت من الاوقات محتليه نص الكره الارضيه، وبالتالي في من تشيلي، في من بنين، في من العراق، في من طاقستان، اليونان، يعني حضرتك اكيد رحت لما خليتش حاجه في العالم لما خدتها في المتحف بقى. انت حضرتك اكيد عارف معبد البارسنيون اللي هو الرخاميات اليوناني مشهور. اه والله يا فندم متاخد منه، وبريطانيا كانت مش بس بتاخد كمان اثار حرب اللي هي نتيجه الحرب بتاعت الاستعماريه، ده كمان كان عندها ما يسمى بالدبلوماسيه المظلمه، لان الدبلوماسيين اللي كانوا بتوعها للاسف في القرن 18 و19 كانوا بيستغلوا وجودهم، وكانوا زي ما بيقولوا بيسرقوا من الاثار، وابرزهم التمثال بتاع رمسيس الثاني، ده كان هنري سولت، ده كان كونسل في مصر وهو اللي خد هذا التمثال. وبالتالي احنا جات لنا فرصه ان احنا نعمل مؤتمر على الاقل يا محمد بيه، وحضرتك راجل بتاع اقتصاد، المتحف البريطاني بيخش سنويا 7 مليون سائح، 7 مليون السنه اللي فاتت جايبين 15 مليار استرليني. 15 مليار جنيه استرليني؟ اه والله يا فندم. طب الا يحق لينا حتى نطلب نسبه من هذا الايراد؟ نفسي اول خطوه على الطريق. انت اولا بتقول انا ما اقدرش ارجع لك اصلا، اولا كلمه الحمايه انت مش قادر تحمي اصلي، على الاقل خالص ما يسمى بالملكيه الفكريه، وحضرتك اعلامي وعارف ده احنا لما بنذيع اغنيه او موسيقى في اليوتيوب بيمسكونا وبيقفلوا القناه على اليوتيوب.
فاحنا نفسنا نستغل على، لان حضرتك عارف قاضي اليونسكو سنه 70 لما عملت اتفاقيه التراث العالمي، لان هم زي بيقولوا حراميه وعارفين ان في يوم من الايام هيتكشفوا، فهم اللي عملوا اتفاقيه اليونسكو، واتفاقيه اليونسكو بتقول ممنوع استرداد اي اثر خرج من اي بلد قبل سنه 70 مهما يكن، وبالتالي على الاقل نغير هذا المفهوم ونغير هذا الفكر. فالمؤتمر هينفعنا في حاجتين، اول حاجه نغير قانون اليونسكو، ثاني حاجه ان احنا نطالب بان حق الملكيه الفكريه على الاقل تجي لنا 1% او 2% من داخل المتحف البريطاني. استقاله مدير المتحف يا محمد بيه يعني قضيه كبيره جدا، لان حضرتك عارف مدير المتحف هناك مش مجرد موظف حكومه، ده راجل يعني من مجلس امناء وبتعين من مجلس اللوردات، يعني مش رئيس الوزراء كمان له الحق ان يشيله او يمشيه. طب عفوا دكتور مجدي، لماذا لا يتم التعاون والتنسيق بيننا وبين الصين؟ الصين مثلا مسروق منها 23 ألف قطعة أثرية، وفي موقع ويبو الصيني عامل يعني متابعة كبيرة للسرقة اللي حصلت في المتحف البريطاني، ربما الصين تاني دولة بعدين بقى عندها قطع مسروقة يعني. والله كل الدول ده، في دول لو حضرتك شوف عدد المتحف البريطاني فيه عارض 8 مليون قطعة آثار، تخيل حضرتك لو حضرتك قالوا هم ما عندهمش آثار بريطانية ولا إيه؟ ما هو قالوا له كده، هو مدير المتحف كتب قال أنا لو رجعت لكل بلد آثاره المتحف البريطاني هيبقى فاضي، وكان زمان بيدعوا يقول لك إن إحنا بنحمي التراث وإن بحق السبع مليون اللي بيجوا يزورونا إن يشوفوا التراث العالمي، أنت مش قادر تحميه. بس أنا عايز أكد حضرتك إن استقالة مدير المتحف دي معناها إن الموضوع أكبر من 2000 قطعة، لأن هم حتى الآن ما قالوش ال 2000 قطعه دول قد ايه، ما قالوش مين اللي سرقهم، لان بيقولوا من القرن ال 15 للقرن ال 19 هم قالوا ان هذه السرقات تمت على مدار سنوات بدءا من 2019 وقت حظر كورونا بقى. وبالتالي الموضوع خطير، وهم معنى كذلك ان ما كانش عندهم جرد بالقطع، واكتشفوها صدفه ان احد يعني القطع معروضه على معرض احد المواقع الالكترونيه، وبالتالي انا شايف ان دي فرصه حتى لو مصر ممكن عن طريق الاسيسكو، لان عارف حضرتك الاسيسكو المنظمه العربيه، او عن طريق جامعه الدول العربيه. طيب عايز اقول لحضرتك ان احنا من 2011 استعدنا 29300 ايوه قطع اثريه. طيب احنا ليه ما كملناش؟ ليه واقفين؟ طيب احنا هنروح لمين علشان نعيد هذه الاثار؟ هل هنرفع قضيه؟ هل في محاكم مختصه بده؟ هل ده متوقف على العلاقات السياسيه بين الدولتين مصر وبريطانيا؟ هل نعمل زخم دولي نجيب اليونانيين مع الصينيين والمصريين ونروح على لندن نقول لهم عايزين اثارنا؟ ال 29300 محمد دي احنا ساعدناهم عن طريق ان دي قطع مسجله، لان حضرتك القانون للاسف القانون الدولي بيقول ان على الطالب اثبات الملكيه. لو عارف حضرتك ان احنا عندنا ما يسمى بالحفر خلسه في معظم الصعيد وفي معظم القرى، وبالتالي هو انا محتاج كمصر اثبت ان حجر رشيد مصري؟ يقول لك هات لي مستند ان انت كنت مسجله عندك، يعني ابني وعايز مني مستند. فالقانون بقول لحضرتك قانون يونسكو قانون ظالم، لذلك نتمنى الدول الكبرى زي الصين زي اليونان كل هذه الدول ذات التراث زي العراق، الدول اللي تاثرت زي اليمن. طب ازاي نغير قانون اليونسكو؟ احنا نغير القانون الدولي، لان الاثر لما بيكون في بلدك يا فندم بيخضع لقانونك واليونسكو، لما بيخرج بره بلدك بيخضع لما يسمى بالقوانين المحليه. يعني دوله سويسرا عادي جدا عندها تجاره الاثار وبيع الاثار، فحضرتك القانون الدولي غير صالحك والقانون بعض الدول غير صالحك، وبالتالي المطلوب منا دلوقتي واحنا زي بيقولوا جات لنا يعني زي بيقولوا جات لنا رب ضرات النافعه ونترك الحديد والسخن. اتمنى من المسؤولين عن الثقافه والاثار بكره يدعوا لتنظيم مؤتمر كبير يكون يجيبوا كل الدول اللي لها تراث في المتحف البريطاني ويبداوا يطالبوا بتغيير القانون الدولي، يبداوا يطالبوا بالملكيه الفكريه. طب مصر عملت قبل كده حمله توقيعات دوليه الاجانب ما استفدناش منها ليه؟ الدكتور ده بدا حمله نتمنى ان هي تجيب نتيجه. الدكتور ده انت عارف حضرتك شخصيه عامه، محمد صلاح صورته دي مش محتاجه كلام، هو يعني معناه انه مؤيد 100%. فنفسي فرصه جات لنا مهمه جدا جدا، وحتى لو قومنا يعني محكمه كبيره، احنا عندنا دلوقتي مدير متحف اللوفر السابق كان متهم في قضيه، عندنا مدير المتحف البريطاني مقدم استقالته، عندنا واحد زي محمد صلاح داعمنا وفي 200 مليون بيتابعوه، اعتقد ان في ناس كتير جدا يعني هتساعدنا في الموضوع ده. واخر فكره يا محمد، بنفسي المتحف الجديد اتمنى وارجوك شجعني في هذه الفكره، يبقى عندنا اول اوضه في المتحف الكبير او اول يعني اول غرفه للاثار المسروقه. لا ايوه اهم الاثار اللي هي مسروقه احنا نعمل فاترينات فاضيه ونحط فيها ليبل فقط ونقول ان هذا الاثر وصورته موجود في المتحف البريطاني، زودياك دندارا موجود في متحف اللوفر، راس نيفرتيتي موجود في برلين. احنا لينا طب احنا عرفنا ان لينا قرابه 230 الف قطع اثريه في المتاحف البريطانيه سرقوها مننا ايام الاحتلال. الجزء الثاني بقى في المانيا
احنا عندنا راس نفرتيتي مش كده؟ احنا اللوفر يا محمد بيه عندنا 55,000، في 40 متحف محصور فيهم مليون كتل اثار مصريه، يعني في 40 رقم اقول يعني. انتوا سامعين الرقم ده يا اخوانا؟ مصر في 55 متحف دولي فيهم مليون قطعه اثريه مصريه تم سرقتها من مصر. ده المعلن، غير طبعا البرايفت كوليكشن، وانت عارف حضرتك البرايفت، وانت عارف حضرتك ان بره يعني البرايفت كوليكشن مليانه طبعا اثار غير المزادات، وشوف انت حضرتك اكيد بتتابع ان كل شويه بتعرض اثار في احد المزادات، خاصه برضو في لندن، لان لندن فيها اكبر قاعات المزادات هي وسويسرا، في دول بيسموها دول العبور اللي هو زي بيقولوا بينقلوا الاثر مكان لمكان، لانه ما كانوا ياخدوا الاثر كل 20 سنه. طب خليني اسالك سؤال تاني، الصين قوه عظمى عالميه، ازاي يعني ما انا تقديري لو رفعت سماعه على ملك بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا لازم يعملوا حساب للصين يعني ولا والله إيه؟ والله يا فندم اصليه لو الصين خدت حقها وبالتالي حضرتك هنخش السلسله هتفك، وهو عارفين اذا فكت السلسله المتحف البريطاني هيبقى متحف فاضي، وهو انا مالي ما يبقى فاضي. طيب ينصص معايا بيجي له 15 مليار استرليني، اديني جزء، اديني جزء يعني على الاقل يعني. وانت عارف حضرتك سافرت لندن وعارف ان المتحف موجود في امن مكان في الدنيا، ده جنب قصر الرئاسه، وبالتالي عندهم ازاي ما انتش قادر تحمي، وازاي بكاميراتك والتكنولوجيا مش قادر تحميه. فنتمنى ان هو يبقى اليونان، طبعا اليونان طلبت بالبارسنيون بالاعمده الرقميه وعملت مشكله ساعات سياسيه، ولكن طبعا انت عارف حضرتك بريطانيا يعني قوه كبيره والموضوع مش سهل، فلذلك الاول نطالب بتغيير القانون الدولي، نطالب بادراج الاثار في الملكيه الفكريه لان ده مهم جدا جدا عشان نستفيد من عائداتها. دعني اشكرك دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره الاثار، 55 متحف على مستوى العالم يضم مليون قطعه اثريه من مصر مسروقه، المتاحف البريطانيه الثلاث الكبرى في بريطانيا بتضم اكثر من 230 ألف قطعة أثرية مسروقة. المتحف البريطاني اتسرق، كانت حجتهم ما حدش يطالبني بالآثار أنا بحميها. طب أديكوا لما أقصى أهو الدنيا حرامي جه سبكوا وخد القطع الأثرية، بيتردد إنهم 2000 قطعة، لكن ناس بتقول على مواقع التواصل الاجتماعي إنها أكتر من كده. هل هي فرصة للدولة المصرية لوزارة الآثار تنسق مع الدول اللي نهبت آثارها وعلى رأسها الصين؟ نتمنى هذا.